بعد التعادل الاخير ديال فريق الرشيد العالمي كونتر فريق المغرب التطواني، جيت في هذا الفيديو باش نعطيكم اسوء اربعه ديال اللاعبين اللي كانوا في فريق الرشيد العالمي في هذه المباراه، وهاد اللاعبين باربعه اللي غادي نذكرهم في هذا الفيديو، هما كانوا نقطه الضعف والسبب ديال التعادل ديال فريق الرشيد العالمي في هذه المباراه، وهاد اللاعبين باربعه خاصهم ضروري يقدوا راسهم في المباريات المقبله ان شاء الله. ونبداو برابع اسوء لاعب اللي كان في هذا الماتش هذا اللي هو المدافع ديال الفريق اللي هو بوشعب العراسي. وبكل صراحه جميع الجماهير الرجاويه واللي تفرجوا في هذا الماتش هذا لاحظوا باللي بانت البلاصه ديال عبد الاله خفيف، ولاحظوا باللي كاين واحد الضعف اللي كبير في الجهه ديال بوشعيب العراسي، فبوشعيب العراسي في هذا الماتش هذا قدم واحد المستوى اللي ضعيف، خصوصا من ناحيه البناء الهجومي هذا اللاعب هذا بان ضعيف بزاف، وزيد عاوتاني حتى في التمركز في اللحظه اللي تيكون فريق المغرب التطواني فيها هاجم، فهو ما كانش تيعرف يتمركز مزيان، وهذا الشيء اصلا اللي سبب في الهدف ديال التعادل ديال فريق المغرب التطواني، لان في ديك اللقطه ديال الهدف بوشعيب العراسي ما كانش متمركز مزيان، على هادشي بالنسبه لهذا المستوى اللي قدمه بوشعيب العراسي في هذه المباراه، يستاهل باش يكون هو رابع اسوأ لاعب في هذا الماتش هذا. نمشيو دابا لثالث اسوأ لاعب اللي كان في هذه المباراه واللي هو الظهير الايمن ديال الفريق اللي هو محمد بولكسوت. محمد بولكسوت ما غاديش نقول عليه ما كانش مزيان في الماتش كامل، ولكن حتى هو كيتحمل المسؤوليه ديال التعادل ديال الفريق، لان اول حاجه الهدف اللي سجله فريق المغرب التطواني كان من الجهه ديالو، وزيد عاوتاني في ديك البيت ديال التعادل وما عرفش يغطي على الجهه ديالو، وزيد عاوتاني في هذا الماتش هذا ما قدمش واحد المستوى اللي مزيان، فمثلا في الهجوم محمد بولكسوت ما قدمش واحد الاضافه اللي كبيره بزاف، اما من ناحيه الدفاع كان ناقص واحد شويه، على هادشي اضطريت باش نختار محمد بولكسوت كثالث اسوأ لاعب اللي كان في هذه المباراه. نمشي دابا لثاني اسوأ لاعب اللي كان في هذه المباراه اللي هو انس الزنيتي. انس الزنيتي بكل صراحه في هذا الماتش هذا ما عرفش شنو طرا ليه، ففي هذا الماتش هذا بكل صراحه قدم واحد المستوى اللي ضعيف بزاف، فمثلا اذا جينا نشوفوا في البيت اللي سجلوا فريق المغرب التطواني وما تحسنش بداعي التسلل، فشفنا كيفاش شد الكره وردها للهجوم، وزيد عاوتاني بزاف ديال اللقطات كان تيبان مرتبك بزاف، اما من ناحيه الهدف اللي تسجل عليه اللي كان في الدقيقه 86 فبكل صراحه ما كيتحملش المسؤوليه ديالو بزاف، ولكن عاوتاني كنعرفوا باللي بزاف ديال الحراس راه يمكن لهم يجبدوا ديك الكره هذه، وعلى هادشي بالنسبه لهذا المستوى اللي قدمو انس الزنيتي في هذه المباراه هذه يستاهل باش يكون ثاني اسوأ لاعب في هذه المباراه هذه. نمشيو دابا لاسوأ لاعب في هذه المباراه هذه اللي هو محمد مكعزي. وبكل صراحه محمد مكعزي في هذه المباراه هذه ما فهمتوش نهائيا، خصوصا اذا جينا نقارنوا محمد مكعزي بالمباراه ديال حسين اكادير مع هذه المباراه هذه، فمحمد مكعزي في هذا الماتش هذا ما قدم حتى شي حاجه، لا من ناحيه البناء الهجومي كان ضعيف فيه بزاف، لا من ناحيه السيطره على خط وسط الميدان كان فيه ضعيف بزاف، وهادشي اللي استغلوا فريق المغرب التطواني والسيطره على منتصف الملعب، وهادشي راجع بطبيعه الحال الضعف ديال محمد مكعزي في خط وسط الميدان، وزيد عاوتاني حتى الهدف اللي سجله فريق المغرب التطواني في هذه المباراه، فمحمد مكعزي هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو بالدرجه الاولى، لان في ديك اللقطه هذيك بقى واقف وخلى اللاعب ديال فريق المغرب التطواني يراوغو بكل سهوله، ومورا سجل الهدف بكل سهوله، على هادشي بالنسبه للمستوى اللي قدمه محمد مكعزي في هذه المباراه، يسال عليه باش نحطو كأسوأ لاعب اللي كان في هذه المباراه. المهم قبل ما نسالي هذا الفيديو ابطلكم الكومنتات وكتبوا لي افضل لاعب اللي كان في هذه المباراه كونتر فريق المغرب التطواني، ويلا ستيكل معكم حفيظ وتهلا.